واش كيعاني ولدك ولا بنتك من مشكل القمل؟ شوب انرجي جات لكم مش كهربائي لازاله القمل الجذور نهائيا. هذا المش كيتعتبر وسيله فعاله وطبيعيه وامنه وما كيسببش الحساسيه. في نفس الوقت ما كتحتاج لا كيماويات الضاره ولا ادويه، ممكن يستخدموه الناس الكبار والصغار وكذلك الحيوانات الاليفه. هالجهاز كيعمل على ازاله القمل والبيض ديالو اثناء تمشيط الشعر، لان مجهز باسنان مصنعه من ستانيل ستيل اللي كيمشي عبر فروه الراس وكيزيق على القمل. من سالي من هذه العمليه غادي تاخذ المشط ديالك وغادي تفصل فلتر وغادي تزيل الغطاء وتخلص منه عبر رميه في سله المهملات. طريقه الاشتغال سهله وعمليه، ما عليك غير تبرونشي البريز في الضو وتخدم به، والثمن ديالو اكثر من رائع. يلا خذوه هني وليداتكم الحكه بسبب القمل والصيبان. توصي غير بالمجان في جميع انحاء المغرب.